السلام عليكم ورحمة الله. المرجو منكم دعمنا بزر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله. يقيم ولي الأمن محمد تخيسي مدير الشرطة القضائية بالمدير العام للأمن الوطني بولاية أمن فاس منذ أكثر من شهر بتعليمات من طرف عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني. وكشفت مصادر جد مطلعة أن تحركات المسؤول الأول عن الشرطة القضائية يأتي في إطار خطة أمنية أطلقها الحموشي لمواجهة الجريمة المنظمة وغير المنظمة بعدد من المدن التي سجلت أرقام مقلقة في العمليات الإجرامية وعلى رأسها العاصمة العلمية فاس. وذكرت ذات المصادر أن الدخيسي انتقل إلى فاس رفقة حوالي 100 رجل من رجال الضابطة القضائية متخصصون في محاربة الجرائم بمختلف مناطق المغرب. المصادر ذاتها شددت على أن خطة الحموشي لمحاربة الجريمة خلال زمن الجائحة تقوم على حملات نوعية ستهم فاس ومراكش ووجدة مسقط رأس الوالد الدخيسي وعدد من المناطق الجنوبية منها أكادير. مصادرنا وضحت بأن الجولة الأولى شملت مدن البيضاء وطنجة، وأضافت أن معدل حملات محاربة الجريمة تتجاوز شهرا كاملا يتم من خلالها استهداف مبحوث عنهم بمذكرات وطنية، بالإضافة إلى الاستعانة بتقارير المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المعروفة اختصارا بالديستي لتفكيك الشبكات الإجرامية. نشكركم على حسن المتابعة.